مشاهدي قناة شوف تي في، مرحبا بكم في هذا المباشر. كاين الناس اللي كيهمهم الامر، وكاين الناس اللي ما كيهمهمش الامر، وكاين الناس اللي عارفين شنو واقع اليوم، وكاين الناس اللي ما جايب للدنيا اخبار. فاليوم وفاتح ماي وعيد خاص بالطبقة الشغيلة، هادو سائقين مهنيين اللي غادي يتوجهوا لمحطة أولاد زيان من أجل التنسيق. ربما غادي يقوموا بجولات أخرى في شوارع مدينة الدار البيضاء، دفاعا عن المصالح ديالهم، دفاعا عن القطاع ديالهم، دفاعا على السائق المهني. كل قطاع وكيدافع على المهنيين أو الطبقة اللي كينتميو لها. ولكن ما نساوش بأن هناك قطاعات للأسف ما مديريش النقابة بيناتهم، ما منخارطينش في النقابة، لأن المشغل ديالهم رافض أنهم ينخرطوا في النقابة، وهذا حق ديالهم باش يدافعوا على الحقوق ديالهم داخل مقر العالم العمل بالأخص. ليسونس دابيل كنتكلموا كذلك، حتى كنتكلموا كذلك حتى الامل الخاص بزاف ديال القطاعات، وكنتكلموا على بعض الشركات اللي كتواجد مثلا بالاحياء الصناعيه امام انظار الجميع، ولكن كلشي مغمض العين ديالو. كتلقى العمال والعاملات يعني بهذه الكلمه المؤلمه كيحرصوا عليهم، يعني كيخدموهم اكثر من دوك الساعات القانونيه اللي خاصهم يشتغلوا اللي هي 8 السوايع، كيخدموا بهم 12 ساعة وكيتخلصوا غير في 5 السوايع ولا 6 السوايع. ما كيضر ما كيصرحوش بهم عن الضمان الاجتماعي باش ياخذوا الحقوق ديالهم. بزاف ما يتقال كلام كثير يعني بخصوص الطبقة الشغيلة في المغرب. كذلك هنا خاص يكون هناك واحد النضال من أجل الزيادة في الأجرة الشهرية لجميع العاملين، لا في القطاع الخاص لا في القطاع العام. اما كان فقط غير الاحتفال من اجل الاحتفال فما كاين حتى شي حاجه. خاص تكون الامور مضبوطه، ويكون واحد التصعيد ضد هاد الشركات اللي كيستغلوا ضعف ديال المواطنين، اللي كيفرضوا عليهم انهم يشتغلوا اكثر من القانون ديالهم. العطل ما كياخذوهمش، الا تكلمت يجروا عليك. بزاف ديال عاد كاين تواطؤ ديال بعض النقابيين للاسف مع الباترونا. اذا حنا الان وصلنا لمحطة ولاد زيان، وخاصة تكون كذلك يتكلموا على التهاب الاسعار في المغرب والغلاء اللي كيعيشوا فيه المغاربه، يعني بالاخص في هذه السنه القدره الشرائيه مشات، كانت في خبر كان ما بقى حتى شي حاجه، كل شيء غالي. عيد الاضحى ما بقاش ليه بزاف، تقريبا شهرين ديال الوقت. واش كظنوا بان المغربي يقدر على الحولي في هذه السنه؟ الأضحية اللي كانت كتخاد ب 2500 ديال الدرويش، هاد السنة غادي تحول واحد 3500 4000 درهم. هذيك الأضحية اللي كنقولوا ديال الدرويش، يعني القدرة الشرائية مشات، فخاص النضال من أجل فرض الأمر الواقع على الحكومة المغربية اللي كترأسها عزيز أخنوش، وهو من كبار مستوردي المحروقات وموزعي المحروقات في المغرب. فعلى الأقل يكون واحد انخفاض في هذه المحروقات، لان انخفضت في جميع دول العالم الا المغرب. علاش وكيفاش؟ الكل عارف كيفاش وعلاش. كان سبب في التهاب الاسعار بزاف بزاف ميدار، بزاف ديال النضال خاصو يكون من اجل ربح بعض المكاسب للطبقه الشغيله في المغرب. ما كاينش غير الطبقه الشغيله في المغرب، كاين انت واحد الطبقه اللي هي شغيله ولكن غير مصرح بها وغير معترف بها، لأنها تنتمي لقطاعات غير مهيكلة
او كيشتغلوا بشكل يومي فقط على حسب المناسبة. شوف شي حاجة، كنسمع شي حاجة. شكاين تما؟ شكاين؟ السلام عليكم. ليش شكاين تما؟ اوب اوب. كنسمع شي صوص، ما شو هذاك لي زومبيلونس تا هما دايرين ربما. او نعم. اوي 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 لي زومبيلونس. اي 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 برافو، الله يرا برافو برافو. لي زومبيلونس خارجين.